مرحبا بكم شهيوات ماما. اليوم حنقدم لكم وصفة على بايليا وفري دو مير وبالدجاج. دونك نبدا بالمقادير. بسم الله. هاد المقادير عندنا بوغ 8 ا 10 بيرسون، يعني كل الى 10 اشخاص. عندنا كوب تاع لي فري دو مير، دونك مخلطين هنايا كروفيت مول وكالامار، انا شيتهم سورجولي. عندكم كوب تاع الدجاج، كاين حوالي 500 الى 600 غرام تاع الروز. انا خيرت هذا الروز مدور سبيسيال بايليا، مي تقدروا ديروا روز دوري لون نورمال. عندنا شويه جلبانه، دونك لا بايليا تحب لي كولور، قد ما ديروا لي كولور قد ما مليح. عندنا كوب تاع طماطم، طماطم سوا تشروها طماطم ترحوها ولا تشروها اون بات مرحيه. عندنا حبة بصل صغيرة مقشرة. هنا درت ربع سنات كبار تاع الثوم. عندنا ورقة رند، شوية معدنوس، حوالي فنجال تاع زيت زيتون، تقدروا ديروا زيت نباتي. وهنا درت فلفل خضر وفلفل احمر، دونك شويتهم ودرتهم شوية ملح شوية زيت زيتون. نستعمل لامواتيي داخل البايليا باش ديرها جبنينه، اي لوطخ ماتي نستعملها للتزيين. هنا عندي شويه كروفيت وكلك مول للتزيين. نروحو لي زيبيس، دونك حنستعمل برك ملح، فلفل اسود. انا هنا عندي سميلونج دو 4 بي، يعني عندي فلفل اسود، فلفل ابيض، فلفل وردي، وفلفل الوغ بوفر بلون، بوفر نوار، بوفر بير، وفلفل اخضر. وعندنا ايضا شويه عكري، دونك فلفل احمر، بواب روج. و لو ديرنيير انغريديون دونك هو لو بويون. هاد لو بويون هو اللي طيبت فيه، هو اللي غليت فيه لي مول. دونك هاد لي مول كي شريتهم غليتهم بك شويه ماء، درت لهم الملح، شويه توم اون بودغ، وحبه رند. دونك غليتو باش هذا خليته باش نطيب به باش نمرق به. فوالا. Et puis les crevettes, c'est de ma tenue qui vont les tomber un chouïa, donc un taïbin. Et les fruits de mer, comme le calamar rase, et donc ma tenue rapidement, tenir faut tout chouïa comme même de la paella. Donc c'est pré-cuit. Nibda bismillah. Donc on charge le four nous à la nappe là. نحطو زيت زيتون، هاد كمية كبيرة شوية باسكو عندي حنطيب بزاف بوغ اون كوند كونتيتي. نقليو لو بولي تاعنا الدجاج. بسم الله. نزيد شوية النار، نحط معاهم لي فري دو مير. نقوي شويه الماء. ندير البصل. نخليهم يتقلاو.
pour les épices, une double mèche. Me fidèle environ nos mon repas. La quantité de souya. C'est le nom de la chade des mendo pour le mec la tana. Avant de servir des mendo, on va les quantité d'eau mal, on va les snacks épices. Nandel. ندير لو كوف تاعي ندير شويه باش ماشي بزاف فلفل عكري ثاني هذا سي جوست بور دوني لا كولور دونك ما نكثروش نزيدو هاد لانغريديون سي فيها قلت لكم شنو قبيل درت نسحقو الزعفران انا شريت اون بريباراسيون سبيسيال بايليا فيها الزعفران و سينو ديرو زعفران سامبل و الا ما عندكمش ديرو شويه كولورون اورانج شويه برك ماشي بزاف فوالا هذا راح يمد اللون للطبق تاعنا نخلوها تقلب بيها قبل ما نديرو الطماطم نطولها شويه على النار نحركوها الفلفل تاعي طايب والجلبانه ثاني ما طيب بالخف دونك ما نديرهمش حتى يطيب شويه الدجاج و لي فري دمار يطيبو شويه باش نزيدهم سينو يحي حيت راه بزاف كيتعجنوا ليه هنا اليوم جو شوازين باش ندير لكم اون بايليا و فري دماغ بالدجاج مي سينو نقدروا نديروها اونيكمون بالدجاج تجي هايله اوسي هي على باز على باز لا بايدا كانت تدار غير بالليجوم غير بالخضر يعني كانت كيما حنا في الجزائر عندنا ولا في المغرب ولا في المغرب العربي عندنا كل منطقه عندها الكسكس تاعها بس في اسبان اوسي عندهم شاك ريجون عندها لا بايدا تاعها دونك كاين دي ليجوم كاين يديروها غير بالفولي كاين غير بالفري دمار كل واحد وكيفاش كل منطقه كيفاش يديروها انا نقول نزيد فيها ملح باسكو لا كونتيتي كبيره ومع الاخر ندوق ماشي بزاف طيب تكون مسوسه ونزيد لها خير ما تكون مالحه من الاخر نزيد ورقه تاع غم نخلوها تزيد تقلى شويه قبل ما نزيد الطماطم نساو كي لي فريد نغام طيبين حنا ما يطيبوش بزاف عندنا غير الدجاج يطيب نديرو الطماطم اللي عندنا صغار العقل نقدرو نزيدو شويه كونسونطري طوماط اذا حبيتو مغرفه صغيره برك
دونك نخلوها طيب شويه تقلى شويه. كي نشوفوا بلي الدجاج تخلو شويه طياب نرمو نديرو الروز و لو غيست تاع الانغريديون. الوغ هنا الدجاج تخلو طياب دونك نبدا نمرقو شويه برك بسم الله و شويه برك ما دونك على كونسيتي تاع الماء. باغ اكزومبل كي ديرو ان بول تاع الروز ديرو 2 3 بول تاع الماء. الماء تاعي اللي قلنا ليه طاب فيه طابو فيه لي فخيد مير. نحط الجبانه ندير مع النص نزيد نمرق شويه دونك نمرقو في غير مزيغ منديروش كامل الماء على دربا. هنا لي كروبات لي قلت خلوهم مزيان نحطوهم شويه بك لاصوص بك باش تجي فيهم لوغو تاعها ونعاودو نحوهم نحطوهم رابيدمون بك لاصوص. باش يدو بك الدوق تاع لاصوص تاعنا و ميم طون يحمارو شويه. يعني من الاحسن كان استعملت ان بلا بايليا شويه كبيره على هذا اللي ما عنديش. نحو لي كروفيت دونك هنا مرقت شويه ندوق لاصوص تاعي نشوف الا ما خاصها والو. جو بخون اونوطر كويير بسم الله ناقصه شويه توم سي با كاع نقدرو نزيدلها توم اون بودر ماشي بزاف نزيدلها شويه زعفران. هنقدر نحط الروز نسيو نحطو كامل الطبق تاعي. نزيد شويه ما برك نخليه يطيب على نار هاديه اون طون طون بيان سور. نشوفو الا كان نقصت لاصوص نزيدو شويه الماء ماشي بزاف ونخلوه يطيب بلا عقل سور فو دو. من الاخر نزيدولو برك الفلفل نقدر نزيد نص الكميه من دوك باش يجي بنين. نزيد جوست النص دونك تاع الفلفل الاحمر والفلفل الخضر وباقي نستعملو للتزيين. نزيد فيها الماء
نقص الفرن تاعي، نقص له، نخليها تطيب حوالي 20 دقيقه ونعاود نولي ليها للتزيين. بعد ما طابت البايليا تاعي زينتها بلي كروفيت لي مول، دونك هذاك الفلفل اللي خليته مقبل والقارص. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، دونك البايليا فويت ماغ وبالدجاج. اذا عجبتكم الفيديو تاع اليوم ما تنسوا تشتركوا في القناه وشهيوات ماما، وان شاء الله الى وصفه قادمه. مع السلامه.